مساء الفل، اهلا وسهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من شباك حارتنا. وحشتوني جدا. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحه والسعاده. موضوع حلقتنا النهارده انطلب مني اني اتكلم فيه كذا مره ولكن ما كانش متاح الفرصه. هنتكلم النهارده عن ازاي تدير حياتك بشكل ايجابي. معانا الضيف اللي منورني النهارده الاستاذ عمرو نبيل، مدير مبيعات بشركه هيات ايجيبت، هيكلمنا عن ازاي ندير حياتنا بشكل ايجابي بالتفصيل الممل. اتفضل بك يا استاذ عمرو. كل سنه وحضرتك طيبه وكل سنه طيب ومشاهدين بخير. حضرتك قول لي يا استاذ عمرو، مفهوم الاداره ايه؟ وهل هي مقتصره على اداره شركات ومؤسسات كيان وكده، ولا ممكن اي حد يدير حياته، يدير منصب، يدير ايه يعني؟ فهمني كده الاداره ايه. ده كلام مهم جدا. الاداره احد تعريفاتها ان الاداره هي فن الحياه. يعني ايه الكلام دوت؟ حضرتك ممكن تدخلي مكان، فمدرسه مثلا، فتلاقي كل حاجه منظمه، تلاقي الناس في مكاتبها، تلاقي الناس لابسه اليونيفورم، فتقولي اه والله ده واضح ان في اداره هنا. على عكس ممكن تدخلي مكان تاني فتلاقي عكس اللي شفتيه، فتقولي لا ده هنا في سوء اداره. احنا كده عايزين نقول ان الاداره هي فن الحياه، الاداره هي بتخلي جوده الحياه بتاعتنا تكون افضل. الاداره هي يعني ايه؟ يعني هي مش مجرد مسمى وظيفي، هي وصف لل مظبوط مظبوط لحياتنا كلها. تمام. الاداره اللي هي ايه؟ الاداره اللي هي تخطيط وتنفيذ والشخص اللي هيخطط وينفذ. تمام. التخطيط بيسموه الاداره الاستراتيجيه، والتنفيذ بيسموه الاداره التشغيليه، والشخص اللي هيخطط وينفذ ده بيسموه اداره الموارد البشريه. احنا هنتكلم كلام سهل عشان يبقى سهل على الناس يعني. طيب. حلو جدا. الشخص لازم يكون عنده قدرات معينه عشان يعرف يخطط وينفذ. التخطيط والتنفيذ مش هيجي لنا من السماء، صحيح ربنا قادر على كل شيء، ولكن احنا بنتكلم في عالم السببيه. فلازم الشخص ده يكون عنده مهارات معينه. في ناس بلغت شويه في الاداره وقالوا ان ده ما لا يسع الانسان جهله، يعني الانسان ما يقدرش يتحمل تكلفه ان هو ما يكونش عنده المهارات ديت. قد ايه الموضوع خطير. اكيد. احنا بنتكلم ان في 8 اعمده الاداره كلها واقفه عليهم، بنسميها المهارات الاساسيه. أول هي بقى المهارات دي؟ بالظبط. أول حاجة رقم واحد كوميونيكيشن سكيلز، اللي هي مهارة التواصل أو فن الكلام، إزاي أتحاور مع الناس. ودي هنتكلم عنها إن شاء الله باستفاضة. رقم اتنين حاجة اسمها التخطيط الشخصي وفن إدارة الوقت. مفيش حاجة اسمها إدارة وقت بس، يعني إيه فايدة إن أنا أحط جداول وأنا أصلاً مش مخطط لحياتي؟ فده موضوع مهم جدا وموضوع خطير وكلنا في احتياج ليه. طبعا الوقت عامل مهم جدا. بالظبط جدا. وفي 4 نقط اساسيين نتكلم عنهم ان شاء الله. المبدا رقم 3، احنا عندنا حاجه اسمها حل المشكلات واداره الازمات. حضرتك في فرق ما بين المشكله، وفي فرق ما بين الازمه، وفي فرق ما بين الفوضى. طب ازاي انا اقدر افرق ما بين المشكله وما بين الازمه وما بين الفوضى؟ ولما اعرف ان دي مشكله ازاي اتعامل معاها، ولما تكون ازمه ازاي اتعامل معاها، ولو فوضى ازاي اتعامل معاها. احنا بنمر بمشاكل كتير جدا في حياتنا، فمهم جدا ان احنا نكون عارفين مبدا غالي زي المبدا دوت. احنا كده قلنا فن الكلام، قلنا التخطيط الشخصي وفن إدارة الوقت، اتكلمنا في حل المشكلات وإدارة الأزمات. احنا بنراجع عشان الناس اللي بتكتب ورانا يعني. أكيد. الحاجة رقم 4 حاجة اسمها إدارة التغيير. احنا طول ما احنا ماشيين في رحلة الحياة بيحصل متغيرات، يعني النهاردة في متغيرات بمزاجي، في متغيرات بتكون غصب عني. النهاردة خروجي من ثانوي لجامعة ده تغيير، من جامعة لسوق العمل ده تغيير، من أعزب لمتزوج، من متزوج لربنا رزقني بطفل. كل ده تغييرات بتحصل في حياتي، ازاي اقدر اتعامل مع كل المتغيرات ديت؟ احنا بنقابل مشاكل كتير جدا لان في ناس مش مؤهله للتغيير اللي بيحصل لها. في ناس بيحصل لها صدمات، بتفضل عايشه في الصدمات طول عمرها، فازاي انا اقدر ما بتعرفش تقوم تاني بسهوله. بالظبط. الله ينور عليكي. الحاجه احنا كده قلنا 4 حاجات، الحاجه الخامسه حاجه مهمه جدا اسمها العمل الجماعي. الناس متخيله مثلا ان احنا لما نتكلم عن العمل الجماعي هنقول ايه؟ نقول يا جماعه احنا عايزين نشتغل ايد واحده، عايزين نشتغل رجاله، يعني لا، في كلام. بالظبط. في كلام اكاديمي وكلام علمي وكلام متطبق في مؤسسات وفي دول قدرت تنجح بيه. حضرتك لما نيجي نبص للموضوع، احنا عندنا بطل عالم مصارعه رومانيه، احنا عندنا بطل عالم سكواش، احنا عندنا بطل عالم في سباحه، احنا عندنا ابطال عالم في العاب فرديه. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في اي حاجه جماعيه، اول ما نتجمع مع بعض 5 6 يزعقوا لبعض تبدا تظهر المشكله. بالظبط. لو 20 30 يبداوا يشتموا بعض. ده حقيقي. لو 1000 و1000 بقى يقتلوا في بعض. طب احنا ايه السبب في ده؟ ده موضوع خطير جدا. لا ونتكلم فيه، ده موضوع، ده بحر. يعني بيبقى المشكله في الاشخاص نفسهم ولا في سوء الاداره زي ما بنقول، ولا بيكون ايه؟ ما هو احنا بقى ايه، نرتبهم ونتكلم واحده واحده وان شاء الله هنوصل. الموضوع ده موضوع مهم جدا ان احنا نتكلم فيه. تمام. ده يحولنا لنقطه ثانيه، النقطه السادسه. احنا كده قلنا 5 مبادئ. ده المبدا السادس هو حقيقه القياده.
موضوع القيادة ده موضوع خطير لأبعد الحدود، ومحتاج مننا وقت وحلقات كتيرة نقعد نتكلم فيها ونشرحها للناس. لأن احنا المجتمعات، في مجتمعات بتبص على موضوع القيادة ده بحاجة اسمها العقيدة الرأسية، وناس بتبص عليه بحاجة اسمها العقيدة الأفقية. يعني ايه الكلام ده؟ العقيدة الرأسية يعني مثلا واحد اجي اقول له ايه، مقاول، مهندس، عامل، رتبهم لي. احنا في ثقافتنا نقول ايه، مهندس طبعا، بعد كده مقاول، بعد كده عامل. الناس بره بتبص بشكل تاني خالص، مش فرق، بيبصوا بالعقيده الافقيه، مش فارق معايا مين الاول، مين مهندس الاول ولا المقاول، بيبصوا الناس كلها زي بعض. مش معنى ان انا مدير فانا احسن واحد في المجموعه وبقيه الناس دي كلها مهمشين. حضرتك احنا الناس بتقتل بعض بسبب حاجات شبه كده. الموضوع ده خطير جدا، موضوع القياده، وان شاء الله نتكلم عنه باستفاضه. احنا كده قلنا 6 نقط. تمام. النقطه السابعه حاجه اسمها التفكير خارج الصندوق، وده موضوع مهم جدا، وفي 8 اعمده اساسيه برده في جوه التفكير خارج الصندوق. ادي حضرتك مثال. اتفضل. ان رقم واحد في التفكير خارج الصندوق، ذاكر الواقع جيدا قبل التمرد عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا واحد يقول والله انا زهقت وعايز اتجوز مثلا. احنا دلوقتي بنتكلم عن الاداره كاداره مؤسسات، وبنتكلم كاداره حياتنا. تلاقي واحد مثلا هتجوز تاني مثلا، هو شايف ان حل المشكله ان هو يطلع بره الصندوق ده ويروح يتجوز تاني. طيب عايز تعمل كده اعمل، بس قبل ما تطلع ذاكر الواقع. مش ممكن المشكله تكون فيك انت، مش ممكن الموضوع يكون فيك. فده موضوع خطير جدا ونتكلم عنه باستفاضه. وفي نقطه تانية، ان اعظم الافكار غالبا هي ابسط الافكار، ده في التفكير خارج الصندوق. دي نقطه مهمه جدا. اوضح عليك مثال، في شركه من الشركات بتنتج الصابون، بيطلع الكرتونه بتطلع فاضيه، فالناس اشتكت، يا جماعه الكراتين بتطلع فاضيه، طب نعمل ايه؟ فالراجل صاحب الشركه اجتمع بالمهندسين، يا جماعه ادونا حل للموضوع دوت، ازاي نحل المشكله دي. هم اجتمعوا وفي الاخر بعد فتره رجعوا له قالوا له بص احنا هنركب بقى جهاز بالليزر هيقف على خط السير، واي كرتونه فاضيه هيصفر. تكلفته كام؟ مش فاكر الرقم يعني بالظبط، بس مثلا 200,000 دولار. خلاص قال لهم تمام. فجاب العمال وجاب الناس كلها في المصنع وقال لهم يا جماعه احنا هنعمل كذا كذا. فطلع عامل بسيط جدا، قال فكره بسيطه جدا ولكنها فكره عظيمه جدا. قال له احنا ممكن نجيب مروحه ونحطها قدام خط السير، في اي كرتونه فاضيه هتطير. الراجل قال صح، يعني هي الكرتونه دي، هي المروحه دي هتكلفني كام؟ 10 دولار 20 يعني كانت التكلفه، وكنت هتدفعوني 200,000. فغالبا ان ساعات بيكون اعظم الافكار بالزبط بتكون ابسط الافكار. احنا كده قلنا 7 نقط. ده متعلق برده بتبسيط الامور بصفه عامه، يعني ان انا ما اعقدش حياتي، ابقى حاسه ان انا اوقع في مشكله مظبوط ابسطها، احاول ان انا ما اعقدهاش عشان اعرف احلها. بالظبط بالظبط، كلام مظبوط. بعد كده النقطة التامنة، احنا بنقول تحديد وصياغة الأهداف. ممكن حد من السادة المشاهدين بيتفرج علينا يقول لك ما هو المفروض تحديد وصياغة الأهداف ده يكون رقم واحد. هو أنا محتاج يكون بالظبط، أنا محتاج إن أنا يكون عندي مهارات معينة عشان أعرف أحدد هدفي، محتاج إن أنا أعرف أتواصل مع اللي حواليا عشان أعرف أحدد أوصل للهدف اللي أنا حددته، محتاج إن أنا أعرف أدير وقتي عشان أوصل لهدفي، محتاج لما تقابلني مشكلة أعرف أحلها عشان أقدر أوصل لهدفي. فده بالترتيب، وهي تحديد وصياغة الأهداف هي النقطة التامنة. يعني ده باختصار الثمان مبادئ الاساسيه. نقولهم كده بقى ورا بعض تمام علشان نطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. احنا قلنا رقم واحد هو فن الكلام، بالظبط، ده اهم حاجه وهنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. رقم 2 قلنا التخطيط الشخصي وفن اداره الوقت. رقم 3 قلنا حل المشكلات واداره الازمات. رقم 4 هي اداره التغيير. رقم 5 العمل الجماعي. رقم 6 التفكير خارج الصندوق. رقم 7 القيادة. رقم 8 قلنا تحديد وصياغة الأهداف. حلو جدا. طيب خلونا نطلع الفاصل ده ونرجع على طول عشان نستكمل حلقتنا ونتكلم عن الثمان مبادئ لإدارة الحياة بالتفصيل. خليكم معنا. اهلا بيكم، رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الاستاذ عمرو نبيل بيتكلم معانا عن مبادئ اداره الحياه بشكل مفصل. قول لي بقى يا استاذ عمرو، احنا اتكلمنا عن 8 مبادئ.
تمام. اولهم فن الكلام. مظبوط. ده طبعا اهم حاجه في حياتنا وتقريبا في ماساه في الموضوع ده. بالظبط. كلمني عنه كده. وليه برضو فن الكلام؟ ليه نبدا بفن الكلام؟ وليه فن الكلام رقم واحد؟ وليه هو حاجه مهمه جدا؟ واحنا ليه اصلا بنتعلم ده؟ احنا بنتعلم ده عشان خاطر نعرف نتواصل مع حبايبنا واصحابنا وقرايبنا وزوجتي واولادي والناس بصفه عامه. بالظبط. الناس بصفه عامه. فاحنا بنقول ليه فن الكلام؟ حضرتك مثلا نتخيل كده مشهد، هي بتقول له يا بابا انا عايزه موبايل، قال لها لا. قالت له هو انا كل لما اطلب منك حاجه تقول لي لا؟ قال لها اه. قالت له طب مش هطلب منك حاجه تاني؟ قال لها احسن. حضرتك ده فن الكلام اسمه حوار الاقاصي. حضرتك احنا كم من حوار الاقاصي في حياتنا؟ كم من حوار الاقاصي في حياتنا هدم بيوت؟ كم من حوار الاقاصي في حياتنا هدد بيزنس وبوظه؟ بسبب ان احنا واحد بيبدا من اقصى اليمين هو عايز الحاجه دي، واحد بيبدا من اقصى الشمال هو مش عايز يجيب الحاجه. قال خلاص بقى جاب النهايه وقفل الموضوع. بالظبط. فعشان كده احنا بنتكلم على فن الكلام. حضرتك في احنا بنتكلم على محطات كده صغيره قبل ما ندخل في فن الكلام. احنا عندنا حاجه كده اسمها التعميم، ويقول لك ان التعميم كلمه لا ينطق بها حكيم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا واحد يقول لك كل الاسكندرانيه، كل المنايفه، كل مش عارف. بالظبط. بالظبط. تمام. فاحنا بنقول ان التعميم كلمه لا ينطق بها حكيم. ان انا النهارده لو انا قاعد في الناس اللي دارسه مانجمنت اقوياء جدا وانا على تربيزه الاجتماعات، وواحد قلت له اصلك كل الناس، يقول لي ايوه، قول لي بقى اسميهم كده، انا معاك، قول لي كده هم مين، واحد واحد كده، فانا يعني وقعت زنقت نفسي. فاحنا بنلجا ان انا اقول اعتقد ان اغلب الناس كذا، بعض كذا، فابدا ان انا بتكلم بالبعضيه بدل ما انا ازنق نفسي في زنقه ان كل الناس، مفيش حاجه اسمها كل الناس. طيب الموضوع ده مهم جدا، هنطلع الفاصل ده ونرجع على طول عشان نكمل كلامنا فيه. اتفضل. اهلا بيكم ورجعنا لكم بعد الفصل، ومازلنا بنواصل كلامنا عن فن الكلام. اتفضل استاذ عمرو، كنت بتقول ايه بقى قبل الفصل؟ كنا وصلنا لنقطه بنتكلم في التعميم، اتكلمنا فيها باستفاضه كده. في حاجه من برضو من المفارقات او من المحطات فن الكلام، ان في حد تتكلم معاه يقول لك فاهمني فاهمني، واخد بالك. انا بقولها كتير على فكره. واخد بالك. ويا سلام بقى لو دي عنده بالايد، فاهمني فاهمني، فاقوم من جنبه جسمي متورم. يعني في الاخر هو ممكن يكون بيقول كلام كويس جدا وكلام مفيد جدا، ولكن انا في الاخر طلعت بالحوار ده بثلاثه فاهمني واثنين واخد بالك. فانا ده فن الكلام. يعني هي دي حاجه يعني هو ما نقولهاش، مش حلو ان انا اقول كلمه فاهمني او تمام. يعني هي دي بتدي المتلقي شويه حته يعني ان هو بيملى فراغات لكلام هو مش محضره. فدي فن الكلام او فن الكلام اسمها اللازمه. فبنقول تخلص يعني من اللازمه، لان يعني بنقول كده ان اللازمه ملهاش لازمه يعني. صح. بالظبط. فدي برضه من المفارقات في فن الكلام. طيب احنا فن الكلام بقى في اربع حاجات نقول ان هم دونهم الموت. دول بقى احنا مثلا بنتكلم ان احنا عندنا اكتر من 100 نقطه في فن الكلام. وانا عايز احرك امثله بسيطه زي اللازمه وزي التعميم، ولكن في اربع حاجات بقى دول اساس. اول حاجه فيهم، ودي بقى من المفارقات، يعني ان اول حاجه فن الكلام هي عدم الكلام، اللي هو فن الاستماع. يعني وفن الاستماع للاسف احنا في ثقافتنا عندنا مشكله، مفتقدين الثقافه دي جدا يعني. والمبدا الغالي جدا في فن الاستماع هو اهتم بقلب المتكلم اكتر من اهتمامك بموضوع الكلام. صحيح. تخش على العاطفه يعني؟ مش على إيه؟ يعني مثلا ممكن اكون انا بقعد مع حد كبير في السن، راجل كبير على المعاش، وكل مره بقعد ما يحكي لي موقف، هو كل مره نفس الموقف يحكوه لي، وكل مره اقول له وبعدين هو حصل ايه، ويقول لي عارف لما حصل المشكله الفلانيه عملت ايه، اقول له اكيد عملت كذا، انا عارف من هو حكى لي 50 مره قبل كده. هو انا بعمل كده ليه؟ اجبارا لقلبه. انا صحيح ممكن يكون موضوع الكلام نفسه مش فارق معاه كتير، يعني مش حلو ان انا اقول له يا عم ما انت حكيت لي الموضوع ده قبل كده. احنا بنتعلم فن الكلام ليه؟ عشان خاطر احنا عايزين يبقى علاقتنا باللي حوالين مننا تكون افضل وتكون احسن. فبنحاول ان احنا ناخد بالنا من كل التفاصيل الصغيره.
يعني انا النهارده لو بتكلم مع اقرب الناس ليا، والدتي والدي، بتكلم مع اخواتي، فموضوع ان انا مهتم وان انا مش ماسك التليفون كده عمال حضرتك تتكلمي وانا اقول لك تمام. النهارده لما بركز معاكي بجسمي وبسمعك ومتابعك ومركز معاكي، فده بيوصل لقلبه اكتر، ده والله ده بيركز معايا وبيسمعني. ما بنوصلش بقى لمرحله الهز بقى اللي هو عمال اعمل كده ومش مركز في الكلام اللي بس تعرف انت فكرتني موقف حصل معانا شخصيا. اتفضلي. واحده مثلا كانت بتحكي لي موقف حكته لي مرتين كويس، وانا في المره الثانيه ما رضيتش احرجها اقول لها انت قايله لي الموضوع ده قبل كده، بس هي زعلت يعني، عرفت بعد كده ان انا كنت عارفاه منها قبل كده، فقالت لي مش تقولي لي بدل ما سايباني اتكلم. طب ما انا يعني انا مثلا مش عايزه احرجك، مش عايزه ابقى قليله الذوق، فاهم؟ عايزه اسمع بس الموضوع يعني. هي رجعت زعلت واستغربت انها زعلت. هو ده كلام يعني كلام برضو مهم جدا، وده بيتطرقنا لكذا نقطه. يعني احنا في فن الاستماع مهم جدا ان انا عايز قلبه، فباخد بالي من كل التفاصيل. فمشكله شبه اللي حضرتك بتحكي عليها دي، ده ممكن واحد مثلا اقول له ايه، يقول لي نجيب محفوظ، اقول له طبعا ده نجيب محفوظ ده حد، يقول لي لا انا اقصد شاعر نجيب محفوظ. فانا اخد بالي قوي ان لو في حد بيتكلم على حاجه هي مبهمه، ابدا اقول له لا خباك، ممكن تكون اتكلمت معايا في الموضوع ده قبل كده، وممكن استخدم حاجه فيها حرفنه شويه. بمعنى انا مثلا صديق ليا عمال يحكي لي مشكله ما، وانا خلاص بقى بدات اتخنق يعني، مش قادر اسمع اكتر من كده وعمال يحكي لي. فانا مثلا عارف ان صديقي ده مثلا زملكاوي، فهو عمال يقول لي وانت عارف بقى انا دمي حامي، وما بس اقول له تصدق بتفكرني بلعيب جامد قوي في الزمالك مثلا، كابتن طارق حامد دم كده، فكرتي شفت ماتش الزمالك الاخير حصل ايه وبتاع. فببدا اخد الموضوع لحته ثانيه خالص، بعيد عن الحته اللي احنا ان انا كلام مش عايز اسمعه بالزبط. فابدا اخده بشكل بحرفنه عشان خاطر انا مش عايز ذكاء برضه بالظبط، ومش عايز اخسر قلبه، انا في الاخر يهمني قلبه. فبنقول ان في مبدا غالي جدا في فن الاستماع، هو اهتم بقلب المتكلم اكتر من اهتمامك بموضوع الكلام. تمام، دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، احنا بنتكلم على مقاطعه المتكلم، ودي آفة بقى يعني. زي ما انا بعمل معاك كده. لا بس هو لا انا باخد منك الكلام يعني، بحاول ان انا اوصل لك بس وجهه نظر. اتفضل. احنا عندنا مشكله في ثقافتنا شويه، ان لو انا اللي قدامي بيتكلم وانا سبته يتكلم وانا مش مقتنع بكلامه، فهو هيفكر ان انا كده مقتنع برايه. فدايما احنا في اغلب الوقت 90% من الوقت بنقاطع عشان احنا مش موافقين على الكلام اللي بيتقال. لا استنى بقى، استنى ونبدا نقاطع. تمام. ودي مشكله كبيره جدا احنا بنقابلها. احنا بنقول ايه؟ بنقول عشان المقاطعه دي مش حاجه كويسه، فبنقول حاول ان انت توجد ارضيه مشتركه ما بينك وما بين اللي بيتكلم. بمعنى حضرتك مثلا بتتكلمي دلوقتي وانا قاعد بسمع، فانا بروح جاي حاطط ارضيه مشتركه ايا كان وجه الاختلاف اللي ما بيني وما بينك، لان مستحيل حضرتك تقولي 100 كلمه وانا في ال 100 كلمه مختلف، ده انا كده انا اللي عندي مشكله بقى. اكيد. فانا ببني ايه اللي انا هبدا معاكي اقول لك انا متفق مع حضرتك في 1 2 ولكن انا مختلف في 1 و2 و3 و4. الموضوع ده مهم جدا، واحنا ما عندناش الحرفنه في الحته دي، بالعكس ده انا قاعد اقول ايه، ادي غلطه ادي 2 بس جبته خلاص كده. هبدا ان انا عشان بقى غلطه بقى تصيد اخطاء. بالظبط. واحنا عايزين نقول ان احنا عايزين نتعلم من السيد المسيح عليه السلام لما كان مع الحواريين اللي هم تلاميذه، وشافوا كلب عزك الله، وقالوا على ان الكلب ده، في ناس قالت ده ميت وناس قالت ده منفوخ وناس قالت كده، ولكن السيد المسيح قال انظروا الى بياض اسنانه. فاحنا عايزين نشوف الحلاوه حتى لو في مشهد صعب زي دوت. تمام. اتفضلي. بعد كده الموضوع، احنا كنا طرحنا سؤال على صفحه البرنامج قبل الحلقه اللي هو ما الفرق بين الجدل والنقاش. كويس. تمام. عندنا حبه تعليقات كده عنه، ممكن نقرا التعليقات وايه رايك فيها. اتفضل. في واحد كان بيقول مثلا النقاش هو تبادل الاراء والافكار حول موضوع معين بهدف الاستفاده، لكن الجدال تمسك كل طرف برايه. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني انا بفرض رايي عليه عشان انا عايز اقنعه برايي، يعني هقنعه. كلام صح. هو الفرق ما بين الجدل والنقاش، النقاش هو البحث عن الحقيقه، انا وحضرتك في سايد واحد، فريق واحد بنبص على حته معينه عايزين نوصل لها. الجدل هو الجدل في اللغه العربيه يعني هو مش حاجه وحشه قوي، لانه مذكور حتى في القران، وجادلهم بالتي هي احسن، ولكن هو بقت سايده في مجتمعنا ان الجدل ده الحاجه الوحشه. هو في اللغه العربيه اسمه ميراء، ولكن احنا بنقول جدل لان ده اللي سائد يعني. فالفرق الجدل هو البحث عن الذات. ليه؟ حضرتك هو اللي بيوصل الموضوع من نقاش لجدل هو الشخصنه. احنا بنشخصن الامور. ففي مبدا غالي جدا في الفرق بين الجدل والنقاش، بنقول انقد الفعل وليس الفاعل. صح. بمعنى ان انا حتى في تربيه الاطفال بيعلمونا
ان احنا الطفل وقع الكوبايه فبنقول ان الكوبايه ما كانش ينفع تقع، فاغلب الناس بتقول انت مهمل انت مستهتر، فاحنا بنتعامل معاه بشكل تاني اللي هو نقول له الكوبايه وقعت بابا دفع ثمنها الكوبايه هتتكسر، فالحوار كله داخل في الكوبايه. تمام، انت نورتني جدا يا استاذ عمرو، وانا كنت سعيده جدا بوجودك معايا النهارده. خليك. ان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية متكرره نتكلم باستفاضه عن المواضيع دي. وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اللي ما شافش الحلقه يقدر ان شاء الله يشوفها في الاعاده الساعه 3 صباحا. هستنى ارائكم وتعليقاتكم على الحلقه على صفحتي على الفيسبوك وعلى صفحه برنامج شباك حلقتنا. استنوني الاربعاء الجاي في نفس الميعاد وضيف جديد وشباك حلقتنا. السلام عليكم.